بالنسبة اللي ممكن ان انا مسموح انساه، اللي هي الحاجات البسيطة، الغلطات اللي بين اي راجل وست متجوزين اللي انا ممكن انساه، زي مثلا عيد الجواز، زي عيد ميلادها، ده اساسي لازم يتنسي اصلا. واللي مسموح لي ان ممكن انساه اللي هو مثلا بعض الطلبات اللي هي بتطلبها مثلا في البيت، طلبات البيت، حاجات زي كده ممكن انساها. المسموح يتنسي العيد ميلاد، الحاجات اللي فيها هدايا، ويعني الحاجات اللي بصرف فيها فلوس، ملقاش اكل، ملقاش مش عارف ايه، اتخانقنا بالليل عشان خاطر حاجه تافهه، كل الحاجات دي المفروض ما تتنسي اصلا. لا، في حاجات كتير بتنسي، الواحد غصب عنه بينسى. لكن الحاجات اللي مش ممكن تنساها زي الخيانه مثلا. الحاجه اللي مش مسموح تتنسي، الحاجه اللي احنا متفقين عليها ومتاكدين ان احنا المفروض مش هنعملها وتتعمل، يبقى دي ما تتنسيش خالص. اللي مش مسموح عيد ميلادها، ما ينفعش تتنسي ابدا. الفالنتاين، عيد الام، اول يوم رجعت في الشغل انت مش عامله اكل، ده ممكن نعتبره برضه يوم تاني ما ينفعش يتنسي. مش مسموح اني ما بقاش يعمل ديها وقت طويل قوي مثلا، ما بقاش مركز معاها كتير، يعني لازم اكون موجود معاها كتير. عيد ميلادها مثلا، عيد ميلاد بنتي، الحاجات اللي هي الاساسيه في حياتنا، الذكريات اللي هي المهمه.